عم شوفه عم بيغرق، ما كان في عم بعمل شيء. إذا ما هلا كانت كنا هلا مبسوطين. أنا اسمي غازي الأدور، عمري 13 سنة. شو اسمك أنت؟ حمد الدور. إذا هلا بدي أسألك شو حلمك؟ شو بتقلي؟ نسافر. كنا رايحين بزورة الموت من سنة تقريبا، مشان برا مع حياة أفضل من هون، بس اللي صار إني خسرت أغلى ما عندي، أمي وخيي، وشردونا. من بعد الحادثة كيف صارت حياتكم؟ أسوأ، وبيتنا كان مرهوم مشان نسافر، وليك أخدوا لصاحب البيت، وإذا عم نتفعلوا ما بنرجع البيت، ونحن هلا عايشين عن ستي يعني. كتير يعني عم فكر ببي وكيف عم يحملنا ويرقد فينا من محل لمحل وبيت لبيت. عبالك ترجع عبيتك؟ أكيد، هيك البيت بذكرني بأمي، وعم نعيش على الخبز، ما في شيء ناكله غيره. معاش أبي ما بيأدي لا كهرباء ولا إنه طعمينا كمان ما بيأدي. شو عبالك تاكل؟ دجاج. أنا ما ضروري أكل يعني كهيك، بتحمل، بس عندي خيي صغير بيموت من الجوع، ما بدي أخسره مثل البقية، مثل أمي وخيي، ما بدي أخسر حدا. شو أكتر شي بهمك هلأ بالحياة؟ يرجعوا لي أمي وأخي. أنا ما ضروري إني يكون مثل أي ولد عم بيلعب، أو هاي أبسط حقوقه أو أحلامه يعني. أنا بدي أتعلم واستجل هالسنة عشان أقدر أشتغل لقدام وكون شي منيح يعني يقوم ببي وخيي، لأنه ما دل اللي غيره. ولا شي بيفرحني. شو بتقول لخيك؟ اشتقت له، يا ريت لو بيرجع نرجع نلعب مع بعضنا. لأمك شو بتقله؟ اشتقت لك، وإن شاء الله أقدر أوفي بيه بالوعد إني أشيل ببي وخيي. إذا ما هلا كانت كنا هلا مبسوطين. أنا خسرت أولادي، عم ببكي، ما بدي إياه يعيش نفس الشيء. يمكن هو ما يتحمل، فبنصحه ما يعمله، لأن يمكن يخسر كتير أشخاص غاويين على قلبه، غاليين كتير.